فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حججت قبل عامين وكنا نسكن في العزيزية مع الحملة. حججت قبل عامين وكنا نسكن أيام منى في العزيزية مع الحملة، وأيام الرمي لم أتمكن من المبيت في منى حيث كان عندي مرض في رجلي، فكنت أرمي الجمرة ثم أرجع مباشرة إلى سكني في العزيزية ولا أبيت هناك. ما يجوز إلا للمريض اللي ما يقدر يبيت في منى، المريض أو المردد بالمستشفى أو لا بأس يسقط عنه المبيت، أما من لا عذر له فلا يجوز له إلا المبيت في منى، لأنه واجب من واجبات الحج، فيبيت في منى ولو جالسا في مكان إلى أن ينتصف الليل على الأقل، ولا يفرط. وإذا لم يجد مكان في منى فإنه ينزل في طرف الحجاج، في طرف الحجاج الذين حول منى من هنا وهنا على حدود منى، ولا يروح للعزيزية، يروح للشقة والمكيفات والرفاهية، هو جاي حاج، هو جاي حاج ما جاي بيترفه. نعم، لكن المريض يستثنى، له حال ما يخالف. نعم.